الجامعة الأمريكية في الكويت تفتتح مكتباً للبحوث والمنح. إعلان الفائزين بجائزة كاتارا للشعر العربي. مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضها الدولي للكتاب في دورته 16. دار شعر مراكش تستضيف أصواتاً مختلفة. إطلاق مكتبة بيت لحم الإلكترونية ضمن فعاليات بيت لحم عاصمة للثقافة العربية. قرار بتحويل معرض باريس للكتاب إلى مهرجان شامل. موعدكم مع الأخبار الثقافية من شاشة البوادي، أهلا بكم. أعلنت الجامعة الأمريكية في الكويت افتتاح مكتب البحوث والمنح فيها، والذي يهدف إلى توفير البيئة البحثية والتدريب المناسب والموارد التمويلية لأعضاء هيئة التدريس لزيادة فرص مشاركتهم في الأنشطة البحثية والإنتاج العلمي. وأشارت الجامعة في بيان صحفي إلى أن مكتب البحوث والمنح أسس استناداً إلى قناعة الجامعة الأمريكية بأن الاستثمار في أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب لا ينمي المواهب والقدرات فحسب، وإنما يساهم في عملية صنع المعرفة بشكل مبتكر ومؤثر. وبيّنت أن المكتب يضع اللوائح والإشراف على المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتمويل البحثي، مما يضمن النزاهة الأخلاقية والعلمية والمالية في كل ما يتعلق بأنشطة البحث العلمي والمنح، كما يعمد إلى مساعدة أعضاء هيئة التدريس في الحصول على التمويل البحثي الخارجي وعقد شراكات بحثية مع الشركات وهيئات البحوث المحلية والدولية بالشكل الذي يدعم الأجندة البحثية للجامعة ويدفعها قدماً في مجال البحث العلمي. من جهتها، قالت رئيسة الجامعة الأمريكية في الكويت الدكتورة روضة عواد: لطالما أدرك مجلس أمناء الجامعة أهمية البحث والإنتاج العلمي، ومن هذا المنطلق تم إنشاء مكتب البحوث والمنح ليكون التزاماً متجدداً بالجدية في جعل البحث والإنتاج العلمي للجامعة أمراً ضرورياً يحقق لها التأثير الاجتماعي الذي نؤمن به ونهدف إليه. أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كاتارا عن أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في جائزة كاتارا للشعر العربي وموضوعها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، والتي أطلقتها خلال شهر رمضان المنصرم بمبادرة من ملتقى قلم المرأة القطرية ضمن فعاليات مهرجان الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي للعام 2021 المستمرة على مدى عام كامل. وفاز بالجائزة الأولى علاء أحمد السيد عبد الرحيم من مصر عن قصيدته كما يلتقي البحران، وبالجائزة الثانية إبراهيم عيسى الأسلمي من اليمن عن قصيدته النخلة الأولى، فيما فاز بالجائزة الثالثة محمد خويطي من المغرب عن قصيدته كهف النبوة. ومن المقرر تنظيم جائزة كاتارا للشعر العربي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن سنوياً، على أن تتناول في كل دورة من دوراتها شخصية من شخصيات أمهات المؤمنين أو موضوعاً في مناقبهن أو آثارهن، سيحدد مسبقاً من قبل القائمين على الجائزة. ومن الجدير بالذكر أن الجائزة أطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون أليكسو، وتهدف إلى تعزيز مكانة بيت النبوة ولا سيما أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في ذاكرة الأجيال القادمة، لتأكيد ما لهن من مكانة، إلى جانب توضيح أثر أمهات المؤمنين في مسار الدعوة وتكوين شخصية المرأة في المجتمع وربط سيرتهن بالشعر. تنظم مكتبة الإسكندرية الدورة 16 لمعرضها الدولي للكتاب، وذلك من يوم الاثنين 16 من أغسطس 2021 إلى الاثنين 30 من أغسطس 2021 بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، وبمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية. وكان الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية قد دعا أعضاء اتحاد الناشرين إلى المشاركة في المعرض الذي تنظمه المكتبة سنوياً وتشارك فيه كبرى دور النشر المصرية والعربية، حيث شارك في الدورة السابقة حوالي 55 دار نشر مصرية وعربية داخل المكتبة، بالإضافة إلى إقامة ما يقارب 160 فعالية ثقافية على هامش المعرض.
يذكر أن المعرض يأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية، وقد قررت إدارة المكتبة في هذا الصدد أن تجري فعاليات البرنامج الثقافي لهذه الدورة عن طريق التفاعل الرقمي، وذلك لحرص المكتبة على السلامة المجتمعية والتزاماً منها بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا. ويتناول البرنامج الثقافي لهذا العام عدداً من الندوات واللقاءات المختلفة مع مفكرين ومثقفين من مصر والوطن العربي. التقت أصوات شعرية مغربية من أجيال مختلفة في فقرة مقيمون في الدار، التي اختارتها دار الشعر بمراكش للمزيد من الانفتاح على التجارب الشعرية المغربية وعلى شجرة الشعر المغربي. واجتمع كل من لطيفة المسكيني ومحمد بوجبيري وإسماعيل آية إدير في مقر دار الشعر بمراكش ليشكلوا ديواناً مصغراً من تجربة الشعر المغربي الحديث بأصوات شعرية قدمت قصائد تحتفي بالدهشة والصفاء الإنساني. واختار الشاعر محمد بوجبيري أحد رواد مرحلة الثمانينيات أن يخص جمهور دار الشعر بمراكش بنصوص جديدة تسافر في أسئلة القلق الوجودي، فيما ظلت الشاعرة لطيفة المسكيني الصوت الشعري التسعيني عبر تجربتها الشعرية تستقصي من خلالها نصوصها الصفاء الإنساني في أرقى تجلياته. واختتم الشاعر الشاب إسماعيل آية إدار من شعراء الألفية الجديدة وأحد إشراقات الموسم الرابع لورشات الكتابة الشعرية للدار ديوان مقيمون في الدار بقصائد من مجازات الدهشة. ضمن فعاليات بيت لحم عاصمة للثقافة العربية، احتفل مجلس الخدمات المشترك لتطوير السياحة بإطلاق مكتبة بيت لحم الإلكترونية بعنوان اقرأ بيت لحم، ذلك بمشاركة العديد من الشخصيات الرسمية والوطنية والثقافية والسياحية. وجرت فعاليات الحفل بحضور وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف. ويأتي إطلاق مكتبة بيت لحم الإلكترونية كجزء من أرشفة الثقافة الوطنية من أجل صونها للأجيال القادمة للحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي في فلسطين وبيت لحم. كما أن أهمية إطلاق المكتبة له جوانب سياسية أيضاً في ظل الصراع الكبير على الرواية والذاكرة لفلسطين مع المحتل الإسرائيلي للحفاظ على الذاكرة للأجيال القادمة حتى لا تضيع. وتشمل المكتبة فيديوهات وصور وكتباً عن بيت لحم وفلسطين وبعض الكتب العالمية باللغتين العربية والإنجليزية، مع العمل على إضافة المزيد لتطويرها، حيث إنها تضم اليوم 1700 كتاب، وسيتم الوصول إلى 2000 كتاب قريباً، مع السعي للوصول إلى 20,000 كتاب في المستقبل باللغتين العربية والإنجليزية. في خطوة وصفها كتاب فرنسيون بأنها ثورة ثقافية جديدة، قرر منظم معرض باريس للكتاب الجدد الحدث الأدبي السنوي الأبرز في فرنسا تحويله إلى مهرجان ثقافي شامل تقام أولى مواسمه من 21 إلى 24 من إبريل 2022، وذلك بعد عامين من التوقف الاضطراري بسبب جائحة كورونا. وسوف تقام فعاليات معرض باريس للكتاب في العديد من أجمل مواقع العاصمة الفرنسية، ومنها مبنى القصر التاريخي الكبير قرب جادة الشانزليزيه الشهيرة وفي شارعها الرئيس، ومنطقة شام دو مارس السياحية مقابل برج إيفل لتمتد حتى الضواحي القريبة من المدينة، وليودع الحدث بالتالي نهائيا موقعه الاعتيادي في مركز باريس الدولي للمعارض. ويأتي تحول المعرض إلى مهرجان بعد انتهاء التعاقد بين الاتحاد الوطني للنشر في فرنسا وريد للمعارض التي كان رئيسها يدير المعرض، حيث سينظم الاتحاد الحدث بشكل منفرد بهدف تحفيز الناشرين ودعمهم بشكل رئيس، والذين ابتعد بعضهم عن المشاركة في المعرض في الدورات الأخيرة لأسباب مادية، فضلاً عن إضفاء طابعاً فنياً ثقافياً أوسع على الحدث الأدبي البارز. ها
هذا وتستمر مؤسسة عبد العزيز سعود الباطين الثقافية في تلقي طلبات الترشح لجوائزها الشعرية لدورتها 18 لعام 2021 في فروعها الخمسة: أفضل قصيدة، وأفضل ديوان، وأفضل كتاب في نقد الشعر، وأفضل ديوان للشباب، وأفضل قصيدة للشباب، وذلك حتى نهاية يوم 30 من سبتمبر 2021، حيث تعلن النتائج في النصف الأول من عام 2022. وذكرت المؤسسة أن البيانات التفصيلية عن المسابقة وعنوان المراسلة موجود على موقعها الإلكتروني www.albaptincf.org. ختام نشرتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود الباطين الثقافية.